إذا ما عندك محبة ما فيك تطيع. حتى الزوج والزوجة مش ممكن ينسجموا ويطيعوا كل واحد الآخر إذا ما في محبة. اليوم بيقول لك بولس الرجل رأس المرأة، بس المرأة ما فيها تطيع رجل ظالم، ما فيها تطيع رجل ما عنده أخلاق، ما فيها تطيع رجل ما عنده شعور بالمسؤولية. أما إذا كان رجلا حانيا على البيت وعلى أهل البيت، وإن كان قلبه كله على هذا البيت وكله محبة، فبسهولة تستطيع الزوجة أن تطيع رجلها. نعم تستطيع، لا تستطيع إلا أن تطيعه، لأن المحبة تطاع والرعاية تطاع. مشان هيك كمان بدنا ننتبه أنه بس نسمع هالتعليم ما كتير ننبسط جميع الرجال أنه نحن الله عطانا سلطة. لا، ما عطاكم سلطة، عطاكم محبة وعطاكم رعاية، وقال لك مثل ما المسيح بذل نفسه من أجل الكنيسة، تفضل يا رجال ابذل نفسك، يعني حياتك كلها سوا من هاللحظة وبالرايح صارت تضحية قدام عائلتك، بدك تموت من أجلهم، بدك تعطيهم حياتك ودمك وروحك. ساعتها طلب الطاعة وما في داعي تطلبها أصلاً.